اجوا اربع سيارات فيهم تراب مشان يسكروا الطريق، ما سكروهم، رجعوا مشوا السيارات. صور صور العربي. هاي العالم اللي عم تهددها النظام حاليا، عم تركض بالمعابر اللي عم تقول اني عبيدة اطلعوا. هذا حال الناس بالمعابر اللي عم تقول اني روسيا اللي فتحتها للعالم. صار لك اعتقل العالم واعتقل النسوان وصف أربعة. روح روح مشي. هذا المكان اللي كان مفترض يطلعوا منه الباصات لأجراء المدنيين من مدينة حلب، حاليا عم تم استهدافهم بالرصاص. في شيء ما طبيعي حالي ما عم بيصير، ما بعرف شو عم بيصير. المنظر ما بعرف شو بدي اقول لك يعني. بعرف المشهد اللي في حكى فيه ما بعرف. يعني بصي